أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما أبوا بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسبحان
الإنسان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. تو آخر میں سب کے لیے خصوصاً جنہوں نے میرے ساتھ محبت کی ہے ایک ایسی آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے تڑپ کے آمین کہنی ہے. جو دعا میں نے آپ کے لیے کرنی ہے اس کے اندر دنیا کے اندر بھی خزانے ہیں اور آخرت کے اندر بھی. تو میری دلی دعا ہے اللہ آپ کو نبی پاک کا خواب میں زیارت نصیب فرمائے. اے میرے اللہ اس رات ہی اللہ ہمیں سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں مال میں اولاد میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ اس سے بہتر آپ کو اچھا نعمت بدلہ عطا فرمائے.